في ظل النهضة الحضارية التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وتعدد المشاريع في شتى المجالات، جعلت الشركات الصينية تقبل على المملكة واندماج كوادرها في الثقافة السعودية والتعرف على الهوية الثقافية والجانب الحضاري للمملكة. أنا سافرت إلى السعودية أخيرا بصفة موظف شركة صينية حكومية إلى الحين، وبعد ذلك أدركت من تجربتي في السعودية أن السعودية دولة جميلة